رأي جميل وقرار صائب وقرار ممتاز. ليه بقى؟ لأن أحمد أبو الغيط يما كان وزير خارجية كان له مواقف ثابتة من أي الدول، مش شرط دي ولا دي ولا دي، وحذر قبل كده من تدخل بعض الدول في شؤون الدول الداخلية مع حضرتك، وحذر برضو من الإرهاب وشغل الإرهاب وتنظيم الإرهاب في الدول. ما احنا عملنا الثورة وعملنا الولاية دي كلها ليه؟ وفي الآخر يرجع النظام القديم تاني؟ ما ينفعش طبعا، مستحيل. ما ده يبان البلد بترجع لورا. يبان البلد ما تقدمش ولا خطوة، بل بالعكس بترجع لورا. طبعا هو السيد أحمد أبو الغيط هذا يعني قرار صعب إنه يكون السيد أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية. هذا رجل يحظى بإقبال شعبي كبير ورجل دبلوماسي وله مكانته في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم الأوروبي. حاجة كويسة طبعا، مش حاجة وحشة. المفروض نظام مبارك عموما يعني حاليا دلوقتي بنخونه البلد، فأنا مش ضامن إن هو كان إنه هينفع يبقى رئيس جامعة الدولة ولا لا. لا طبعا ضد أي بني آدم أو شخصية أساسا كان لها وجود أيام حسني مبارك. احنا دلوقتي المفروض بعد ثورة 25 يناير مفترض يعني بيطلع إفراز جديد يعني، فيا ريت والله بجد في أسماء جديدة وأسماء بتنتمي لينا احنا دلوقتي يعني بتنتمي للوقت اللي احنا فيه وبتنتمي لوقت الثورة وتفكير ثورة يعني أنا شايف إن هو راجل محترم ويستحق هذا المنصب يعني أحسن من ناس كتيرة يعني. هو راجل كل الدول بتدعمه، وهو راجل كفاية إن هو كان مؤيد القضية الفلسطينية وضد حماس، وقال قبل كده إن حماس لو دخلت مصر احنا هنقطع رجليها يعني. كفاية المقولة اللي قالها دي يعني. أنا كنت ضد الحزب الوطني، ولكن بأقر وأعترف إن احنا أخطأنا في الحزب الوطني، لأن الحزب الوطني اتضح إن في ناس على درايه وناس تعرف يعني ايه البلد يعني ايه الوطن. نحن لم نمر في المرحله سلطه نقل السلطه من العالم الارهابي الذي ادى بحياه شهداء كل يوم والثاني كل يوم غير الاخر، لان انا اضع ان هذا ثوره 25 دخلت فيها مؤامره خارجيه لانهاء الشعب المصري نهائيا وضرب الاقتصاد المصري وتقسيم الدول وتقسيم مصر والدول العربيه. انا ما يهمنيش حزب وطني ولا حزب الامه ولا حزب ده، انا يهمني الراجل اللي هيقوم بالمهمه. الراجل ده هيقوم بالمهمه، صح. دكتور نبيل العربي كان كفء، كان راجل محترم وادار جامعه الدول العربيه بكل اقتدار. طلب ان هو يعني كفايه كده عليه، ان هو تعب وبتاع، فقال لك كفايه كده، فاحنا رشحنا احمد ابو الغيط عشان خاطر يكمل المسيره. الحزب الوطني عموما احنا عارفين ان هو معيب او التعاب عليه، فاكيد لا طبعا الناس كلها هتعيب ايا كان اللي هيبقى موجود في اي منصب ايا كان، فالناس كلها هتعترض، فما اعتقدش ان هو ينفع نعيد تاني النظام ان احنا حزب وطني يرجع تاني او اي حد من الحزب الوطني. احنا بنرجع لورا اساسا للاسف يعني اي 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 يعني زور اي اسم قديم او سواء مثلا بترشحه في مجلس الشعب بترشحه في اي يعني ده بيحس واحد بالزعل بجد والله، لان احنا لما قمنا بثوره اساسا في يوم من الايام كنا بنقوم بالثوره عشان الاشكال تختفي من الوجود يعني، وعشان مصر يبقى لها شكل تاني جديد يعني للاسف.